باستمرار الحرب على محافظة تعز، تستمر نداءات المواطنين من خلال تنفيذ وقفات احتجاجية للضغط على الشرعية والتحالف باستكمال التحرير. منذ ما يزيد عن 3 سنوات يعيش الأهالي هنا واقعا مؤلما بسبب حرب الميليشيات الانقلابية، في لحظة تشهد الأوضاع المعيشية تدهورا في مختلف القطاعات. التحرير مطلبنا. ثانيا نطالب عدم تدوير الفساد وتدوير المتحوثين وتدوير بقايا النظام السابق الذين أساءوا لتعز المدينة وتعز الثورة وتعز فبراير. ملفات أزمة تعز متراكمة، لا سيما الملف الأمني الأكثر تعقيدا، إلى جانب الخدمات في الصحة والتعليم، بالإضافة إلى توقف رواتب القطاع العام والخاص وارتفاع معدل البطالة في زمن الحرب. كل هذه المشاكل المتفاقمة تدفع إلى إقامة مثل هذه المهرجانات التي تقام من فترة إلى أخرى في أغلب مديريات المحافظة. نطالب نحن في مدينة تعز التحالف العربي والحكومة الشرعية بسرعة تحرير محافظة تعز، كما أيضا نطالب الحكومة الشرعية ببسط الأمن والأمان في المحافظة، كما نطالب أيضا الانضباط في صرف الرواتب. هذه المرة شهدت مديرية صالة فعالية جماهيرية مطالبة باسترعاة استكمال التحرير وإنقاذ ما تبقى من المحافظة. الجحيم الذي صنعته الميليشيات الانقلابية بحربها على اليمنيين أكثر ما يتمثل هنا في محافظة تعز، حيث تستمر معاناة الناس وتتضاءل فرص الخروج من هذه الحالة كلما تجاهل التحالف العربي وحكومة هادي إنقاذ المحافظة. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.